السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد، ونناقش فيها موضوع المشاورات التي يخوضها رؤساء 15 حزبا سياسيا في موريتانيا لنقاش الوضع السياسي في البلاد والبحث عن أرضية مشتركة في الاستحقاقات القادمة. معنا للنقاش مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد الأستاذ داود الأحمد عيش، رئيس حزب نداء الوطن، المتحدث باسم لقاء مشاورات قادة الرأي السياسي. أهلا وسهلا سيد الرئيس. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا. لأن قبل أيام شارك رؤساء 15 حزبا سياسيا في موريتانيا في لقاء يبحث تقييم الوضع السياسي الموريتاني والبحث عن أرضية مشتركة، هكذا العناوين العريضة لهذا اللقاء. بداية، بما خرجت النقاشات وفي أي سياق تأتي كمدخل للموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أشكر قناة المرابطون على هذه الدعوة وأحيي المشاهدين. سابق ندخل في الموضوع، نبقي نعدل لك عليه شوية تعليق لأن إياك يفهم المشاهد نحن الموضوع اللي جايبنا هون شنو. شو هي هاي مبادرة؟ هذا ما هو، أنا هون ما نتكلم باسم حزب نداء الوطن، أنا هون تثبتني هاي المجموعة، الله شرفتني عني نتكلم باسم في هذا البرنامج. هاي مبادرة قام بها رئيس حزب الحضارة والتنمية أستاذ محمد فاضل، الشيخ محمد فاضل، ودعاني لها ودعا لها الأقلبية ودعا لها المعارضة كاملة بضيافة كاملة بالمنتدى والرفتي وهذا، ولين دعاني ناقشت معاه القضايا وقنعني بمحور العام للمبادرة، ولين جينا الاجتماع قاب عنه قدر من الخلق اللي كان مدعي بغير كله، قاب عنه يختار يطور مع ذاك الحوار وذاك مثلا النقاش وذيك الامور. نحن هذا اللي توافقنا عليه واللي جمعنا عليه ما هو حوار سياسي ولا هو هذا، نحن جابرنا على الارضيه المشتركه، مشتركات لما بين الاحزاب السياسيه هي اللي هامنا نناقشه، لان نحن بالنسبه لنا عن ما في حزب سياسي ما مهم عنده تخريج انتخابات نزيه، وما في حزب سياسي ما مهم عنده المحافظه على الدستور، ولا في حزب سياسي ما مهم عنده يعود المواطن مرجعية، وما في حزب سياسي ما يبقى تطور الوضع السياسي القائم في البلد خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلد. نحن الناس اللي اتصلنا بها ولا اتصلت بهم اللجنة السياسية اللي مكلفين نبقوهم يفهموا الرواية، وهذا هنا موجه للمواطنين وموجه للقادة الرأي السياسي. عن البلد اليوم في ظرفية استثنائية، البلد اليوم قادم على انتخابات تشريعية وبلدية و مجالس جهوية لأول مرة في تاريخه، وانتخابات برلمانية لأول مرة في تاريخ البلد تعد بغرفة واحدة، وقادم في السنة القادمة على انتخابات رئاسية استثنائية من نوعها، لأنه أول مرة يكون له عندهم تبادل سلمي على السلطة من رئيس منتخب إلى رئيس منتخب. هذه القضية المواطن هو اللي يعبر فيها، يقير قادة الرأي السياسي والله الأحزاب والله شيء مهما كان صغرهم أو كبرهم، هم المسؤول الأول والأخير عن ما يجري في البلد، ودور السياسي هو استشراف المستقبل، استشراف المستقبل وتهيئ أرضية مشتركة تخلق بها تحول ديمقراطي سلس، ويخلق بها انتخابات نزيهة ما نظلم فيها رقاش، وكل حد يشبار فيها قرأته يأخذ المواطن تعبيره عن رأيه عنده نتيجة. هذا ولا احنا نجمع هذا عن السياق، يعني ما الذي دار خلال النقاشات؟ دار حول النقاش هاي النقاط، احنا اللي دار حول هاي النقاشات عن يا الله للسياسة كاملة، لأن نحن اليوم شنو هي المشكله المطروحه في البلد؟ البلد اليوم مطروحه فيها مشكله كبيره، مشكله شخصيه، عن هناك ما يسمى معارضه وهناك ما يسمى المولاه، وانا بالمناسبه ماني من معارضه ولا من مولاه، انا داعم محمد عبد العزيز يقير كيف ماني دائما عبر، ماني من معارضه ولا من مولاه، ماني من الاقلبيه ولا من هذا، لكن الداعم بالضروره لا موالي، لكن التكتلات لا انا لا انا موالي، لكن ماني في هاي الكتل، يعني انا هي ما عندنا تشاور ولا عندنا، انت موالي بشخصك وحزبك، انا موالي احنا كحزب، احنا كحزب أي. قعدنا واخرجنا بكرة عنا ما نعود في التكتلات الموالات، لا لأنها ملزمة بقرارات الرئيس وملزمة بقرارات الحكومة، ملزمة احنا ما ملزمين بها، احنا ملزمين بمصلحة المواطن الموريتاني وبشي في مصلحة الوطن من وجهة نظرنا المتواضعة. فهمت؟ للي ندوروا للناس، ندوروا للناس انا تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن في هاي الظرفية
ولا عنده روح حد منهم يعود معاه الرئيس، ولا يعود من الموالات حد يلقي تم يعود معاه، تم معارض حد عنده مواقف تم مواقفه. يقول هناك لكن هناك هي شيء مشترك. تتحمل المسؤولية بالضرورة، وما تقوم به ترى أنه هي قال يعني شو، يمليه تحمل المسؤولية، يعني ما الذي تريدون بالضبط؟ نحن نريد ان يفهموا الناس عن هذا اللي جاي، حد يلا الناس تفهم عن هذا اللي جاي حاسم، وعن حد ما شارك فيه وتحمل مسؤوليته التاريخيه، شارك فيه الصاب باي طريقه، معنى تهيئته اراه الصقع. لكن الامور الاخرى كلام ثاني، كان قاع انت تشارك ولا ما تشارك هذا كلام اخر. يقير تهيئه ظروف كل حد مسؤول عن يعود شريك فيها، وحد ما شارك فيها تنازل عن مسؤوليته التاريخيه تجاه الوطن. فيما تتجلى هذه التهيئه التي هاي التهيئه تتجلى عنك، مثلا انا اعطيك مثال عن هو لا تعدل لجنه مستقله للانتخابات، دور تعدل خلال الاسابيع القادمه. ما نبقوا بلي تفوت تعدل خلال الشهر، جوك واحده ولكن على هاي اللجنه ما لنا فيها بين اللي ما حضرنا فيها، الوطن ما تنقال له حد، وهاو شاركوا فيها، نحن معاكم، لا تشكوا عنا جايين ننفذوا اجنده عبد العزيز. احنا ما ننفذوا اجنده عبد العزيز ولا اجنده ليبر، احنا جايين ننفذوا اجنده موريتانيا. الين يعود هذا اللي مطالبين به اللي هو تهيئه ظروف جيده ديمقراطيه، خاصه بعد التصريحات الاخيره رئيس الجمهوريه اللي قال عنه ما تم ترشح وما يلا تعود هي تتم الدور عليها نقاشات في البلد ما بين المعارضه والمولات، هل الرئيس لا يترشح الرئيس لا. لا احنا ما احنا قدام دستور. انتم الان تريدون تجاوز مرحله الماموريات والترتيب لما بعد تجاوز زوفتنا قلناها للعامين، انا من اول مره نقولها قال لان شيء اخبار الماموريات انا تصور المتواضع على الناس اللي اخبارها ما تعرف على السياسه، لان هي امام دستور، هاي الدستور محرم الماموريات. عزم ما يقول الصبح انه مترشح ما تغير الدستور بعد كذا، يلا اللي يعود يكلم عليه طريقه يحافظ بها للدستور. واخبار كان هو مترشح ولا يترشح بس محل يترشح، ما يقدر حد ذاك مترشح ما جاب تواقد تامين مع المحكمه ومع كذا، ما يقدر يطرح ترشح. حتى انت اللي نعود الدستور قدامك مانع الترشح، هذه قالوا العرب امام الحصان، انت كيف ناقشوك كانك ترشح على ما ترشح واحنا قدامنا الدستور يمنع الترشح. لكن من يطرحون هذا التخوف ويثيرونه يقولون بانه يعني الرئيس الحالي لم يحترم الدساتير في المرات السابقه ولم يحترم النظام الذي قطع كان قائم، بالتالي قطع عدل انقلاب، انقلاب لا تصمد امامه الدساتير، انقلاب معناها انقلاب، صندر يجي وبا مدفع وصاع رقاش وقلع الناس وبا الحكم بالقلب. من قام بهذا قام ليس به من محمد البسيط عبد العزيز، هذا معروف، لكن من قام به ليس من به البسيط ان يقوم بتعديل دستوري قبل ان يكون ديمقراطيا، ايامه كان عسكريا. محمد عبد العزيز ما قطع عدل انقلاب من ساعه العهد المدني باللي جاب لعبه ديمقراطيه جابته للسلطه وهي اللي تقلع منه وهي اللي تخلي فيه. ما حد انه صندر، احنا ما انا مسؤولين عنه، لكن انت تقول لي انت تشد لك اخبار اسلام خالد بن الوليد تقول لي هو قطعت كافر وقاتل يوم احد والله كذا وكذا، هذا المرحله العسكريه لمحمد عبد العزيز، نحن ما قطع عدل معاه فيها ولا كنا قاعد نعرفه ولا عندنا معاه نقاش. المرحله المدنيه جدت ما قبلها بالنسبه لك، المرحله المدنيه بالنسبه لنا نحن عنها افرزت نظام ديمقراطي في البلد، ما قد تخلق، ما عند حرية الإعلام، ما عند حرية التعبير، ما عند حرية الأحزاب، ما عند عدم وجود المساجين السياسيين، ما عند المأمورية من رأسها تحديد المأموريات ياسر مشي، هذا نجبو النظام الديمقراطي في ظل محمد عبد العزيز، معناها عنا ما تينا مخولين على الديمقراطية أيام كان عسكري صلت ولا نقول هو طيب عدنا قلاء. هذا ما يثيره الطرف الآخر. إذا يعني البعض يرى بأن الخيط الناظم بين أغلب هذه الأحزاب السياسية التي تجري مشاوراتها هو أن أغلبها شارك في الحوار السياسي الأخير، أنها أحزاب سياسية بعضها وليد هذا الحوار أو على الأقل ترخيصه خرج مع الحوار، إذن هو لا يزال فتيا سياسيا، بعضها الآخر إن لم يكن كذلك لا يتمتع بقوة جماهيرية يعود إليها. يعني ما الذي تريدونه؟ هل تريدون تشكيل إطار موازي للإطارات القائمة سياسيا في الموالات والأغلبية أم ماذا؟ هذا سؤالك أنا نفهم فيش. يقولوا البيضان الرقيق هو اللي خلق في ظل الحوار من الأحزاب، لا حزب يعني حزب نداء الوطن، حزب يعني مجموعة تيجي عندنا هناك أحزاب سياسية تم تشكيلها، وكان حزب نداء الوطن أقولها نعم ما الذي يخيفني اسمع. من القول لكن أنا جاوبك أنا اللي تبرد لك في الأخلاء غير شتاء الأحزاب اللي شاكة عنها هي اللي عندها شيء، ما أنا شاكين ونحن شو نحن ما فتنا قسنا انتخابات، وكما دائما نقول في التلفزيون إحنا لين نقسنا انتخابات، لأن إحنا عدنا حزب على فكرة تبنيها معانا شي من خلق اللي نعود متبنيها يدور صوبتنا وندورو نجبرو ياسر في الانتخابات، وليه ما نجبروها؟ لان حلو الحزب اللي معناه عند خلق ما هو راقب في هذا الحزب، ما لا نعود ميك الاحزاب اللي تمرف ذكرت تابع وتعدل عن حزب ذاك لا ورطك، هذا راني هاي المره العاشره نقوله في التلفزيون لانكم ليه توقفوا علي. انا عدلت حزب المجتمع موريتاني دور به جمع وحده وطنيه والدوله الوطنيه، لين تعود الناس زارقه عليهم مقتنعه بلي نقول الدور تزرق لي يخرجوا الانتخابات تعطيني بلديات وتعطينا ما قد ما ترشح كاع تعطيني ميرات تعطيني دبيتات تعطيني اصوات، لما تعطيني اصواتها هذا نحل ونعرف عنه ما هي مهتمه بهم معناه انه مو مهم ولو ليتم خالد. قشت هاي الاحزاب اللي متخيلها عنها هي اكبر من الاحزاب، ما متخيلنا نحن احزاب وجادين علينا روسنا وجمعنا
بإرادتنا، ما يشك حد عن رئاستنا الدولة وعن رئاسنا عزيز، والله لي بي ار ولا حد، ما تشاورنا مع رجاجي في شيء. هذا الرجل نحن عيطنا وسولناه وحسب قالنا وحسب اللي نعرفه، والحوار اللي شاركنا فيه رانا طرحنا فيه افكار ضد الافكار اللي طرحها احزاب الاقليميه وضد الافكار اللي قد تعود الدور الدوله وطرحناها. وفي مرحله معينه ما مشينا قاع في حمله الاستفتاء ما بهبي الى تشكيل اطار مرزي للاطارات السياسيه في الموالات والاغلبيه. ما حصلنا على التشارك المرضي، ثلاث تقصينا مد ولا تعدلنا شركاء، لما تعدلنا شركاء ما مشينا معها. افهم، نحن داعمين محمد عبد العزيز كما دائما نقول، قال ما نقابضنا عليه الورم، داعمين سياسيا. اغلبكم اغلبكم يعني اغلب هذه الاحزاب السياسيه ليس منتميا لاي تكتل سياسي، اقول اغلبها لان بعضها منتمي لكتله سياسيه في الاغلبيه، لكن هناك احزاب اخرى ليست منتميه سواء في المعارضه او هي مواليه للنظام. صحيح. هل تسعون الى تشكيل اطار ذلك يكون غير الاطارين الموالي والمعارض الموجودين؟ نحن اللي ساعدوا، نحن اللي ساعدوا اياك تفهموا، ما ندوروا منه شيء، نحن ندوره الموريتاني. هذا ما يسمى الكتل الشاكيه، يعني الكتل اطار سياسي ايضا من اجل موريتانيا. هذا لا يتناقض، ما يسمى الكتل السياسيه الكبرى منظوره هي راني انا ما هو منظور عن خارج، حد اكبر قاع منا نحن سوى الموالات وسوى المعارضه. شت انا ارى عني انا هو اكبر كتله سياسيه للبلد. طيب انت كاكبر كتله سياسيه هل تسعى الى كتله سياسيه اكبر من الكتل السياسيه الموجوده هنا؟ انا ما نسعى، انا اشتهي الكتل الله لها انا كبيره، انا قاعد جنتي معاها لين اشتغلها، نحن هاي اللي معدلين الين تتبناهن الاغلبيه وتعودها ما تعدلنا اليه مشتركه ما نداقوا فيها في الانتخابات، وتعد الاليه يمثل بها المواطن، ونحافظ على التحول السلمي للسلطه بلدنا، نمشي مع الاغلبيه. اذا تابعنا الاغلبيه وتتبناها المعارضه وتجي ونعدلوا الاليه ندوروا معها، لا المشتركات شي ما لنا مشتركين وما لنا مناقشين، ولا ندورهم يعودوا يبقوا لعبد العزيز، ولا ندورهم يدعمون غير يعودوا يبقوا موريتاني. خارج شي هو ما يقدروا يبقوا عنه، احنا ما يقدر يتم البلد ما تزور في دوامه على ملت عن خارجين واحدين في ذهانهم عن عبد العزيز لا يترشح. هذا ما نقدر نعدله، هو هو فكره وطن تام. طيب الان ما المشترك بينكم وبين الكتلتين بارك معا؟ المشترك انهم يطالبون بالديمقراطيه، يطالبون بالديمقراطيه، ويطالبون بانتخابات نزيهه، يطالبون بدعم احزاب، يطالبون باعطاء المواطن شرعيه صوته عنها تعود عنده تاثير، يدوروا تحول سلمي على السلطه. هذا ما قد سمعنا حد قال عنه ما يدوروا، حد يدوروا. نحن لين هيئوا له بالقالب الواسع اللي يدخل منه ياك نشتركوا مع اهله، ولا هو لا يوقف علينا الكذب اللي تقاولنا معه حتى إذا عادت الدولة ما تدور، لأن تم معاهم نعود معارضة. نحن هذوك الأحزاب والله بلا اللي ما هو لا يمشوف هذا أنا بعد حالا، والأحزاب اللي ما اللي حسب تقاتلي وحسب اللي تناقشنا عن هاي الأرضية حتى كامل نمشي فيها لندعم، وحسب وجهة نظرنا عن الرئيس قال ما يعني، لأن الرئيس قال عنه ما تلم ترشح أول ما طلوا منه قالها معنا عليها، وقالها مباشرة، وقالها ما هي مباشرة، وقالها في الحوار، وقالها في الصحافة، وقالها احنا يتم الدهر كله شرعنا واحنا فيه لا اللي كانوا عبد العزيز لا يترشح ولا ما يترشح. طيب الان ما الذي يبرر ما دام هذا هو الخطاب، ما الذي يبرر حتى تسمع سؤال، ما الذي يبرر يعني غياب يعني الاغلبيه ممثله في الكتله الاخرى غير الكتله التي حضرت معكم، وغياب ايضا المعارضه وانتم يعني هذا الخطاب يجمع الطرفين معا؟ هل فشلتم في اقناعهم؟ لا لا اشت هذا السؤال ما انا اطرح لي، انا اطرح لي هما يقدم قد بعد نحلل لك انا وجه نظري ماله. شفت نحن تعودت الساحة السياسية عن شي ما صانعه حزب الدولة، والله صانعته الأحزاب التقليدية اللي هي اللي قابلة عن هي المعارضة، شي ما هي معدلته عنه ما عنده شرعية ولا خارج. نختار أنا صنقولهم من المنبر عن السياسة تغيرت وعن مستقبل السياسة، ها؟ عنه ما هو هاي المجموعات مستقبل السياسة للشباب موريتاني وللناس اللي عاد داخل السياسة، وهم تغير بلدها من منظورها هي اللي عندها المستقبل، وحد بقى عنها لا يبقى على الطريق. حد هم متعايش في الإرث التاريخي، ها؟ دور يفوتوا القطاع. انا قايل هذاك منهم. اليوم المستقبل للشاب الموريتاني اللي اصبح متنور واصبح فاهم، ولا تاثر عليه شيخ قبيله، ولا تاثر عليه رجل اعمال، ولا تاثر عليه شيخ تقليدي، تاثر عليه انه عاد يطالب بدوله وطنيه كيف هذه الدول كامله. ما نقدر نتم دائما متاخرين، خاصه عنا نحن ما خاصتنا الوسائل. يا اخي نحن يجب ان ننظم هذه المنظومه اللي عندنا، ياك نوصل بها المستقبل زاهر. بيلي نحن الثروه ما تطرح لنا مشكله، هناك ثروه أعطاها لنا مولانا، أعطاها الجليل الكريم، ما جايبها ولا عبد العزيز ولا جايبها نظام ولا جايبها حد، هاي الغاز وهاي الفطر وهاي الولايات الواعدة. يلا نهجئوا لها ظرفية نقدر نقسموها بها تقسيم صالح، ونقدر نقدموا بها وطننا. بيلي بعد 4 سنوات ميزانية البلد تنحسب بالتريليونات ما هو بالمليارات. هذا ما يقدر حق البلد بصيفته هاي السياسية، ولا بصيفة التشرذم الاجتماعي الخارج له والتشرذم السياسي والانتهازية السياسية والمصالح الشخصية. هذا ما يقدر يتم بناء له وطن. نحن اليوم عن ماذا نبحث؟ نحن هون حتى لا عاد عندك كلمات ما هو مهم.
بيقول لي بلد متشرمة من أهله السياسية، لأن السياسة فيه بيع وشراء ومصالح شخصية وقبائل وكذا وكذا. نحن نريد أن نصنع أو نساهم في صناعة وطن أهله بينهم لا القانون، بينهم لا القانون المواطنة، ما هو لكن حد ماشي يقول اللي يبقى، وعود القانون ما يحترم، والدولة ما تنفذ، ما تعاقب الناس اللي تخالف القانون، والمجتمع ما 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 يعاقبهم. وأهل السياسة كاملين كلهم عنده فكرة، وفكرة في وراسه ما هي مبنية على فكر سياسي، ما هي مبنية على آلية حكم، ما هي مبنية على أي شيء، مبنية على إذن البحث عن المشترك والمشترك فقط. هو اللي يدور الناس الاجتماعية. إذن مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد حول مشاورات قادة 15 حزبا سياسيا في موريتانيا لنقاش الوضع السياسي وتهيئة الأرضية للاستحقاقات القادمة، مع ضيف الأستاذ داود الأحمد عيش رئيس حزب نداء الوطن ومتحدث باسم لقاء مشاورات قادة الرأي السياسي. أهلا وسهلا من جديد. إذن هناك سياقان يعني في إطار هذه النقاشات الدائرة، أولهما تجديد تأكيد الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز بشأن عدم ترشحه لمأمورية ثالثة، والسياق الثاني هو استمرار يعني تطبيق ما يتعلق بنتائج الحوار السياسي. في هذا السياق جاءت هذه المشاورات، هل هي بناء على أن ما اتفقتم عليه كنتائج لهذا الحوار لم يتم تطبيقها وأردتم التعبير بطريقة مختلفة، أم أنكم يعني بعدما أعلن وجدد الرئيس تأكيده عدم الترشح بتم تبحثون عن حسابات جديدة وترتيبات مختلفة؟ شوف الحوار الذي اتفقنا عليه ياسر منه قاع عملي خليق فات بالماضي، اللي هو تغيير بعض الرموز وشم الأمور، هذا فات خليق بالماضي، خليق عاد واقع. الأمور الأخرى اللي توافقنا عليها، نحن كنخبة سياسية نرتئي وظاهر النملي عن موالات كاملة بطيفة كاملة، والرئيس رئيس شخص الرئيس عنهم يروا عنا، نحن ما ندور الإقصاء، حتى الناس اللي ما شاركت معنا ما نختارون عدلوا دونها. ياسر منه كي لجنة وطنية مستقلة كنا قدرون عدلوها لنا، ما هناك مشكلة في الاتفاقنا فيه، ما قد طرحت هذه المشكلة حسب علمي، ما هناك مشكلة مطروحة في ذلك التوافق عليه. يقير ما نبقوا مولي نعدلوه ما هم فيه، وما لهم ما شاركوا والمواطن أعطى رأيه وهذا تقجر وفه. يقير نختاروا لكن انتهم شكلوا لجنة وطنية، نحن كأحزاب مستقلة ونخرصوا مستقبل موريتانيا، نختارهم وش يساهموا في هذه اللجنة، نختارهم يساهموا في الآلية اللي هنعدل بها انتخابات، نختارهم يشاركوا في رجال. الدافع هو فقط الحرص على مشاركة، الحرص على مشاركة الأطراف، هذا حسب هذا نقول لكم ما هو معلومات تحليل، به اللي مهم أنهم يشاركوا معنا ولو ما شاركوا معنا في الحوار، لأن المشتركات اسمع دورهم يتوافقوا معنا. لا أنت مطلوب منك معلومات لأنك جزء من هذا الإطار وأنت أحد رؤساء الأحزاب، يعني 100 حزب شاركت في الحوار، هاي اللي 15 منها. أنا ما قد نعطيك رأي الأحزاب، أنا أتكلم هم الله نتكلم لك باسمي أنا كرئيس حزب نداء الوطن، أنا أرى عن الرئيس أو أغلبيته عن لماذا والمعارضة اللي هي لك المحاورة، أنا ما فيهم حد ما هو راقب في مشاركة الناس اللي ما حاور، ما قد عاد يبقهم يقصهم وراقهم لين ذاك شو غير ما جاءوا. اليوم هذا اللي يشكلوا بما عنا قادمين كما قلت لك على هذه الظرفية التاريخية يختيرهم لا يعودوا فيه، نحن جايين نعودوا جسر عبور، نحن نطالب بشي قالوا العبور الآن، نعودوا جسر بيناتهم للمشتركات. ما هو شيء ما هو مشتركة يا أخي، هل أنت تقول لي عن المنتدى وقادته وإرضهم النضالي وهذا كامل والرفدة بإرضها التاريخ وزعامته وهذا كامل، عنهم ما يدوروا انتخابات نسيها موريتانيا، عنهم ما يدوروا آلية الانتخابات نسيها، ما يدوروا لجنة مستقلة زينة، ما يدوروا أحزاب صالحة، ما يدوروا تصويت صالح، ما يدوروا تحييد الدولة عن الضغط على الانتخابات، هذا يتفضلوا يطرحوا معنا، احنا ما هم متحاورين مع الدوله، نحن كاحزاب لنا ان توافقوا عليه، كل حد يقدر يصرح يقول عنه ما. هل التقيتم مختلف هذه الاحزاب؟ التقيناهم كاملين، مشينا لهم لجنه وتباحثت معاهم كاملين، ولا فيهم حد قال لنا عنه يكون له يتواصل معنا، بس هناك احنا قبل من عادات هالاسبوع، يقير مشكله نحن هو ما متفاهمين، هم يتناقشوا معنا بالسياسه، احنا ما نتناقش معاهم بالسياسه، نحن جايبين لهم مشتركات شيء ملموس وبنجي حسنه، وهم شاكين عن هناك مناورات سياسيه، هذا مات مناورة سياسية لا يسمح بها الواقع. أنت افهم إنه يوم عند ربك كائن في سنة مما تعدون، شفت سنة في ظروف الأمم لا تساوي ثانية، خاصة عند بلد يا أخي قادم على شيء تاريخي قادم، بلد قادم على ظرفية تاريخية، برلمان بغرفة واحدة أول مرة، تغيير تام بكينه، مقجر علمه، مقجر نشيده، مقجر كل شيء، البلد
لكن بعض هذه التغييرات ليست مشتركات بينكم مشتركات وبينهم. ما هي احنا من هم المشتركات؟ افهم عن هذا. انتم كطرف، انتم كجهة، انتم ابدا الشيخ قاعد يستفهم. حتى تفهم السؤال فاهمه يعني ياك انتم... انا فاهم لك حنين. شفت شي زرقوا عليه المواطنين ها؟ ما فيه كانك تبقيه والله ما تبقيه، هذا نقاش اخر. لكن هم يرون مهم. لكن هذا ليس مشتركا، هم يعتبرون ان ما حصل ليس مجمعا عليه، وهذا نقاش يقود الى نقاش اخر. هذا نقاش اخر. اذا انتم بصدد مثلا حينما تتحدث عن برلمان بغرفه واحده، هم ضد هذا ولا يعتبرونه قانونا؟ هي قد مواطن ما هو ضده، هذا ليس تاريخيا بالنسبه لهم. مواطن صوت، هي قد المواطن فات صوت ولا قلت لك بصوت وتعدل ما هو خالد. ثانياً هذا جدل آخر، هو الطرف الآخر يرى بأنه لم يصوت. نحن كأحزاب سياسية، نحن كأحزاب سياسية يلا نعود المشترك عندنا الواقع اللي قدامنا. بعد قلنا الواقع اللي قدامنا بعد ما تبعت عد السياسة يلا نتعامل معه. شو هم اليوم معترفين بالسلطة القائمة بغض النظر عن شرعيته وغير شرعيته بالنسبة لهم، ويتعاملوا معها ويرخصوا مع عندها مظاهراتهم ويخلصوا هم واحدين يقولون عندها خلاصاتهم. انت ما تقول مزدوج. هذه السلطة القائمة اليوم رافع علم، وراني بالمناسبة هناك شمل الأحزاب ما هم رافعين ذاك العلم. هذا ما يتواسل، لأنه هو العلم زرق عليه الخلق وعاد خارج يسوى قاعد تعود. أنا ما شاركت في حملة الاستفتاء، قد العود خارج شمل الاستفتاء ما أنا مقتنع به. يقين أمر واقع زرقت له الناس لابد أن اعترى به الدولة. ما تقول تعود شخصية إلا أنت شي ما هو راضيك ما تدور وشي راضيك تعدله. نحن اليوم نبحث عن المشتركات. إذا بحثتوا معهم المشتركات، بحثوا معهم المشتركات من دور مولي لا المشتركات مواقفهم. ما أنا جاي نأثر عليهم. هاي المشتركات صلينا نبحث معهم إلين يتبنوها معنا، إلين تتبنى السلطة شي ضدها ندعمونهم. مش ما يقدر يقولون عنهم ما يدورون انتخابات نسيها، ما يدورون لجنة مستقلة انتخابات جيدة، ما يدورون. هذه هي المشتركات اللي يدورون نبحث معهم ويفصلون هم عشد أخبار الأمور الشخصية. فلان شايف شعري فلان وفلان ما يبقي فلان، هذا نحن ما يعنينا. نحن داخلين سياسة جديد. هاي الصراعات بينهم هم من 92 على أهل السياسة كاملة. شتي السياسة كانوا مشكلة موريتانيا عنها كاملة أصلا مؤخرة من عباءة واحدة. خلافاتهم تينا بها اللي كاملة كانت حزب واحد والله مجموعة فديك أصلين. هي بداية تحرير الأحزاب موريتانيا خلقت الفديك وخاض من عباءتها اللي ترعى فيه كامل. وهلو ما يقدروا الجابروا بها اللي ندر بينها شخصي ما بينها أخبار برامج. يلا نتعاملوا مع الأرضية المشتركة أننا نحن ويفهموا عن طلعة أجيال جديدة. ما تبحث عن اللي بحثهم عنه، تبحث عن دولة صالحة. هاي دولة صالحة اللي نقدروا ندركوا منها، وإذا اللي نقدروا نعدروا منها، وإذا اللي نقدروا نشتركوا فيه ونتوافقوا عليه نجون نتفقوا فيه. وذاك الآخر نأجلوه لأنه قال لك عن تأجيل ما هو تكتيكي من أجل ما هو استراتيجي. هذه هي السياسة. إحنا شايفين دورهم يعدلوا السياسة، ما هو فلان من فقاعدة فلان بيرود عمه ولا قد يقوس ولا قرية ولا قط. هذا نحن ما نداخلين فيه صراعاتهم. طيب في هذا الإطار يعني الرئيس جدد مؤخرا لصحيفة جون أفريك عدم ترشحه لمأمورية ثالثة، لكنه في ذات الوقت يستقبل يعني رئيس تنظيم يدعو إلى ترشيحه لمأمورية ثالثة ويخرج من حين لآخر. اليوم استقبله في القصر الرئاسي وهناك دعوات من هنا وهناك، بعضها سياسي من داخل البرلمان ومن داخل حتى الوزراء الناطق باسم الحكومة أكد تمسك الأغلبية بترشيحه. كيف تقرأ هذه الازدواجية؟ هذا لا من اللي نقول، هاي ما هو ازدواجية. يلا تفهم عن الرئيس قدامه دستور محترم الدستور وقالها وحالف عليها أصلا وقالها بجميع الطرق. أنت اللي ترى لي حزب معدل بيان رسمي، حزب معدل رسمي بيان معدل بيان رسمي إنه دور الرئيس يترشح لمأمورية ثالثة. هذا يلا نطرحه للنقاش. مطالبة المواطنين ما يجد حد يصادرها منهم. استقباله لعبد العزيز الواحد طالب إنه يترشح، هذا شخصي هو لعبد العزيز. فهم عنه ناكل عبد العزيز الرئيس اللي شاح لكم عن وجوه احترام لكم الدستور وقال لكم اللي قال لكم. هو ناكل عبد العزيز شخص قال فيه قاع واحد قال له مرحبا وسهلا. ولعبد العزيز كشخص هذا الراجل اللي مطالبني بنهنا ويبقيني اذا استقبلت واش فيه. هذا نحن ما نناقشوا به، مو مهم عندنا. ولعبد العزيز استقبل صاحب مبادره ما يستقبله. هذا هون ليس ولعبد العزيز الرئيس، احنا ما يعنينا. كما يقول لك الفقهاء عن هناك الرسول الانسان والرسول اخبار السنه ها عنه ما فاهم. حتى احنا ولد عبد العزيز كشخص داخل اسرته داخل معارفه داخل علاقته احنا ما يعنينا استقبل واحد. لكن عبد العزيز دستوريا القصر الرئاسي نحن المطلوب استقبل. انا هنا اطرح لك ما يطرحه الاخر حتى لا تحدثني بمطالبات المواطنين احنا ما تعنينا. طيب حتى اطرح لك ما يقوله الاخر وانت تبحث عن المشترك معه. نعم يقول لك بان هؤلاء يدعون الى خرق. اسمع هذا اللي يدعو ورئيس ضامن للدستور والمحافظه عليه، فكيف يقبل باستقبال يعني من يدعو الى خرق الدستور؟ شوف خرق الدستور حد يدعي له، حد يقوم ماشي هامو يفرصي الأمور. هذا مواطنين عندهم رأي
قالوا عنهم لكن رأيهم مخالف للدستور حينما يدعون للترشح لمأمورية ثالثة. تاك بريطانيا حتى أسأل بريطانيا ربما نناقشها لاحقا لكن حتى أسأل يعني حينما يطالب مواطن فاصلين في أسر وآخر حينما يطالب مواطن يعني الرئيس بأن يبقى في الحكم لمأمورية ثالثة والدستور ينص على مأموريتين فقط. من كان الدستور سابقا ينص على المأموريات كان ينص على حرية التعبير سابق المأمورية. لكن هذا المواطن عبر عن رأيه. لكن حينما تتناقض مع مواد معلقة في الدستور. حرية التعبير ما تتناقض مع شيء. حرية التعبير لما تتناقض مع الدين ولا تعود تجيب جريمة ولا تجيب شيء. الدستور قلت حد يعبر عن رأيه عنه قاع ما يدور الدستور. ما رأيك الدستور تعدل استفتاء وتزرق واحدين ضد واحدين معه. هذا ما له تعبير. التعبير ما عنده حدود ولا الله عدوا ناقشوا الأحزاب السياسية. ثم دور المواطنين ولا يتقفلوا ولا تعبيرهم. يا أخي صدقني اللي أقول لكم بدون تواضع. عن النخبة السياسية عنها ما يفهم السياسة يا صاحبي. شوف هذا اللي تباركم معاه هو اللي يخسر عليه البلد. يا أخي خلوا عبد العزيز قال عنه ما هو مترشح. ثم شوفكم أنتم تناقشوا أخبار ترشحوا. ثم أمام دستور واحدين يطالبوا بتغيير الدستور مناقشين أخبارهم ليش؟ هذا تعبيرهم عن رأيهم مضروع عليكم. الناطق الرسمي باسم الحكومة تكلم عن نفسه تكلم عن نفسه وعن حكومته. حكومة دعموا لعبد العزيز ولا تبقى يمشي؟ لا نحن نعرفه. أنت ناس حكومة عبد العزيز ما تبقى يمشي؟ داعمين واللي معاه في حزبه ما يبقوا يمشي؟ قال هذا تعبير عن رأيهم. يقال ما يقدر يقول إنه أنتم ماذا عنكم أنتم؟ لا إحنا أنا في التعبير. تريدونه أن يغادر؟ ما نريده أن يغادر السلطة بطريقة سلمية ويجيب له رئيس منتخب. هذا هو اللي نبغه وهو هو الزين عندنا. يقال ما لنا حاكمين الناس. هذا ما تتبنونه في هذه في هذا هو مشاورات قادة الرأي. هذا هو قلنا مشاورتنا. قادة الرأي قلنا عنه قدامنا دستور ونحترمينه كما احترمه الرئيس أنا نحترمه ولعاد ما يحترمه إحنا نحترمه وأنا ما نشدين أخبار نقاش وقاعد أنا طارحينه ولا يلا عودين طرع. يا أخي تقصي تمدة تناقش المسلمات يا أخي إحنا قدام دستور ما ليش تناقش كانوا مترشح ولا مترشح وما يقدر يترشح باسم حالي يقدر يترشح من هو اللي يتخجر الدستور هاي كلام ثاني اللي يتخجر الدستور جاوه الموريتاني خجر الدستور هذا مولي كلام آخر إحنا ما يلا تموا واحدين في الخيال السياسي بدل من عدو واحدين في المجال عندنا وفي الفعل السياسي اللي مطروح نحن اليوم نطالب قادة الرأي السياسي في البلد اللي عندهم إرث تاريخي واللي يهمنا نحن ظاهر لهم عنهم واللي هم اللي قدوا أثروا على الساحة عن المشتركات بيننا يتفضلوا يتقدموا ناقشوها ما فيها قاع والعبد العزيز ولا هذا ما تعنيه والعبد العزيز رئيس منتخب عنده مأموريته حاكم ينفذ ويفهم ملي أنا راه والعبد العزيز عليه ضغوطات متينة وهذا هم نقول ما هو تحليل معلومات من نقرأ أغلبيته أنه ما يبقوهم يتحاوروا معاه ولا يبقوهم يشوفوا والعبد العزيز هو اللي يطالب بالحوار من زمن وهناك عليه ضغوطات ناس ما تبقى يحاوروا وهناك من ضمن من افراد المعارضه نقرها ما تبقى حد يحاور لان كلها عنده اجنده والعبد العزيز طرح اجنده وطنيه وطالبهم بالحوار بهدف عماني طالبهم به ومن الطبيعي في جميع دول العالم ان تكون المعارضه تطالب بالحوار والنظام يرفض نحن العكس النظام يطالب بالحوار احنا لان نشهد شهاده حقيقيه النظام يطالب بالحوار بهدف عماني المعارضه هي المابي نحن ندعو هاي المعارضه اليوم عنها للمشتركات اللي داعينها احنا تزيل عن الحرج احنا ما لنا الدوله ولا لنا الموالات ولا لنا الاقلبيه ومستقلين وشادين علينا روسنا رانا واللي نقولوا جايبين من دمقتنا هذا هو اللي الله يفهم اشتاك ينظرون لنا لا يتحرك حد انتم داعم عبد العزيز لا كراسي العزيز عزيز بات جاوبهم هذا ما تدعون له المعارضه طيب الى ما تدعون الاقلبيه الاخرى التي لا تنتمون اليها ندعو الاقلبيه الاخرى الى بعض التنازلات للمعارضه في شيء كامل فيه المشترك وفي صالح البلد ونجابروا كاملين ما نناقش وقاعد كان يناقش نناقش ما هو متاح لنا اليوم لأنه هو المسؤولين نحن عنه كأحزاب ما يسمى اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة للانتخابات ما يسمى الأرضية المشتركة لطريقة هاي الانتخابات الطريقة اللي نوصلوا بها لأن كلنا يجبر قرعته متمونك ويجبر المواطن التعبير عن رأيه متمونك بالسياسة ما يقول حد أنا ظلمت ولا يقول حد أنا ما ظلمت وهذا الوخا من يلحق وقته ما يلا حد يعود يطرحه قاع به ما هو مطروح يا أخي ما هو مطروح هذا اللي يطرحه ما هو مطروح هم مشكلتك عنهم يطرحوا شيء ما هو مطروح يا أخي إحنا اليوم يلا نتباركم على طريقة نقلوا بها البلد من المرحلة اللي قادم منها لأن البلد كررها مرة ثانية قادم على مرحلة تاريخية لما يشتمروا معها نخبته وقادة الرأي ليعودوا مسؤوليتهم التاريخية في المستقبل عنهم جبروا وطن كانوا قد يبنوه وجبروا عنده أرضية كانوا قد يتقدم منها وجبروا عنده رئيس قابل حوار وعاطي ياسر من الحرية السياسية هو من راسه وحاور الحرية الإعلامية خارج الحرية السياسية والحزام أي شيء وأنهم يتنازلوا عن مسؤوليتهم وقرقوا البلد مسؤوليتنا أيضا أن الوقت انتهى وعلينا أن نحترمه إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد
باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ داود الأحمد عيش رئيس حزب نداء الوطن متحدث باسم لقاء مشاورات قادة الرأي السياسي. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج المشهد، لكم تحيانا جميعا. السلام عليكم.